مش عارف ليه حاسس يا كابتن اشرف ان النادي الاسماعيلي عنده ظروف صعبه قوي عمري في حياتي ما شفتها. يعني كنت دايما بحس ان فريق الكوره كده مش عايز اقول منفصل عن المشاكل ولكن حاسس بمشاكل. انا حاسس ان ريكاردو بيحارب وبيصارع وفي مشاكل كتير عندكم. هو طبعا اخدت دي حقيقه النادي الاسماعيلي على طول مشاكله كتيره بس هي معلومه للجميع. يعني عندنا مشاكل ماديه هو ده الاساس اللي انت يعني اعتقد ان كل مصر عارفاه وهو للاسف ما اتغيرش ومش هيتغير لان الامور صعبه جدا. مصاريف الكوره كبيره وكتيره وهي دي المشكله اللي موجوده عندنا لكن اعتقد ان احنا الحمد لله متغلبين على الامور ديت لكن نتمنى طبعا الامور تتحل والامور تبقى احسن الفتره اللي جايه. طب هل المشاكل الماديه دي مأثره على الاداء الفني مثلا؟ يعني الفرقه مش قادره برضو لغايه دلوقتي لسه تحس ان ريكاردو لسه برضو البصمه بتاعته مش ظاهره قوي على فريق الاسماعيلي اللي كان بيرعب الفرق في قبل ما تلعب الماتشات. هل ممكن المستحقات الماليه دي تكون ليها تاثير على اللعيبه؟ لا هو بص يا كابتن ميرفت برضه عشان نتكلم في نقطتين مهمين. المستحقات الماليه يعني برضه عشان نبقى عارفين الامور كانت صعبه من السنين اللي فاتت وفي مشاكل كثيره على النادي من ايقافات ومن مطالبات للمدربين وخلافه اللي هو معروف ده لكن الناس بتحاول طبعا يعني قدر المستطاع ان هي بتحاول تـ 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 يعني بتظبط الامور بتحاول توجد بعض الحلول للمشاكل ديت واعتقد ان الامور ماشيه في الحته دي لكن الشق الثاني يا كابتن وائل اللي هو الفريق لا انا شايف ان الفريق الحمد لله احنا عندنا يا كابتن وائل 18 بونت بصرف النظر على السته اللي هم يعني الاتحاد الدولي اللي هو يعني خصمهم اعتقد نادي الاسماعيلي عنده 18 بونت النهارده بتتكلم نادي الاسماعيلي في منافسه حقيقيه الحمد لله احنا بعيد عن كل الكلام ده فريق جديد السنه دي فريق احلال وتجديد يا كابتن وائل وانت كنت لعيب كوره محترم وعارف قيمه حاجه زي كده الاحلال والتجديد ده بيبقى صعب بيمر على انديه بصعوبه وانديه كبيره فترات كتيره كان عندها مشاكل بسبب الموضوع ده لكن اعتقد ان احنا ماشيين بخطى ثابته اعتقد ان احنا من مباراه لمباراه بنتحسن وده كان الكلام كان قاله مستر ريكاردو واتقال كتير في الفتره في الاول فبالتالي الحمد لله احنا كل رضا عن شكل الفرقه ومستوى الفرقه وعارفين ان شاء الله ممكن الفرقه توصل ليها. تمام. هل مشكله احمد سمير فرج اتحلت ولا خلاص ريكاردو مصمم على استبعاده من الفريق؟ لا هو لغايه دلوقتي الموضوع ان القرار مستر ريكاردو ان احمد بيتمرن يعني منفردا وكده فيعني الفتره الجايه ربنا يسهل ونشوف الامور هيبقى فيها ايه. طيب اخر استعداداتكم بقى لمباراه الزمالك شايف الزمالك دلوقتي عنده تيم كويس قدر ان هو باتشيكو يعمل فرقه كويسه يبقى عندهم تغييرات وتشكيل محترم شايفين انتوا المباراه دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ طبعا احنا شفنا فريق الزمالك في معظم ماتشاته وفريق كبير زي ما اتفضلت وقلت عندهم رغم ان عندهم احلال وتجديد برضه السنه دي بس عندهم احلال بشكل مريح شويه لعيبه عندها خبرات ولعيبه كبار فبالتالي احنا عارفين ان هم فرقه كبيره ومقدرينهم ومحترمينهم معاهم جهاز فني كبير ومحترم اعتقد المباراه هتبقى صعبه مش علينا احنا بس يا كابتن وائل عليهم هم كمان احنا كمان فريق نادي الاسماعيلي في حاله معنويه وفنيه وتكتيكيه محترمه جدا اللعيبه الحمد لله يعني بعد المباراه امس يعني كمان بالاخص زي ما اتكلم كده في حاله محترمه يعني فالمباراه تبقى صعبه علينا وعليهم واعتقد ان شاء الله هتبقى مباراه ممتعه لجماهير مصر ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اشرف خضر مدرب عام النادي الاسماعيلي بشكرك شكرا جزيلا بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الفتره